لكو هلو بأحلى متابعين بالدنيا كلياتها. واليوم عطلة خلودة، اليوم السبت بعطلة الخلودة، وزوجي بيكون بالشغل، فقررت اني تذكرت انه قلتولي صور لكم شو انه شو بعمل بالروتين وشو بنعمل بالعطل. فاليوم بما انه خالد معطل بدنا نروح نشتري جمبر لخالد طلبوه منا بالمدرسة. ماما شربينا قهوة أول شيء قبل ما نبلش نهارنا الشاق، وأكيد لح نطلب قهوة خصوصي بهالبردات الحلوين هيك بتشعروا بجو الشتاء. فهون أنا بحب أطلب الموكا، كتير بحبها، وهوت شوكلت طلبت لخلودة. كتير جاع بالي جرب الموكا يا ماما، عطول تطلبي لي هوت شوكلت لأنه الموكا فيها كافيين، وإذا شربتها ما بقى بتنام بالليل. عرفت ليش؟ أنت من غير شيء مجنن. ليكي ماما بابا نويل ليكي شو حلو، يا الله أمي عم يحرك راسه. فعلا أجواء الكريسماس اللي بيعملوها بالشتاء بتنسيكم كآبة الشتاء، كتير أجواء حلوة. وهنا فتنا بدنا نجيب جمبر لخالد لأنه عنده يوم الأربعاء مثل أنه حفلة غدا وبيحتفلوا بالكريسماس كمان، فطلبوا مني جمبر فبنضطر أجيبه لأنه كل الكل حيكون لابس جمبر، فهو لح يزعل إذا ما له لابس. بس المشكلة ما لقينا قياسه. ماما مو مشكلة لا تخافي، هلأ منفوت على محلات تانية ومنلاقي جمبر لا تخافي. وهون أنا بحب ضني لكم باي بالكاميرا، وما لقينا غير هذا الجمبر الصراحة، يمكن إجينا متأخرين وكل القياسات الكبيرة رايحة، بس يلا ماشي حاله. ماما بليز طلبي لي شوية أكل، عصافير بطني عم تزقزق حاسس. خلودة بس هون بس تيكاوي، ما فينا نقعد جوا وناكل، بقى امشي روح على محل تاني. لا ماما بليز كتير اشتهيت، معلش بناكل بالبارك. خلاص مثل ما بدك. وانا هون طلبت له البوب كورن تشيكن، وطلبت سناك بوكس، وطلبت ميني راب، وكحورجيكم كيف بالصور بيكونوا كتير شكلهم جذاب، يعني مو مثل وقت انتو تشتروهون. ياي وصل الاكل، كتير كتير جوعان انا، وحابب كمان شوي العب بالبارك بليز مامي. وهون نحن بمكان يعني بعيد عن البيت تقريبا شي ربع ساعة، اسمه كاولي رود، وهلأ في بارك كتير حلوة خلودة بيحب يلعب فيها، فمنروح نقعد شوي بناكل أكلاتنا وبعدين منروح على البيت. مامي شوفي شكلها شو كيوت وشو صغيرة مثل الألعاب شكلها. لك ليك شو صغيرة، عن جد شكلها كتير كيوت، بس هي حلوة ظريفة بتشبع الأولاد. بس شكلي طلبتها مني أنا، مالي عرفانة، ما بعرف، ما انتبهت شو طلبت بقى. بس خلودة لح نعمل أطيب منا بالبيت، شو رأيك؟ ولح أعمل لك أكتر بكتير منا. تحسني ماما تعملي مثلها؟ واو عن جد أنت يا ماما مثل الزبدية الصيني، من وين ما بترنيها بترن. لكن إن شاء الله الله بيجبر بخاطرك يا رب. وهي كمان السناك بوكس اللي جبنا، يعني حتى هاي الراب الساندويش اللي أنا طلبتها كتير صغيرة، لو عارفانة كنت طلبت واحدة تانية. وهي عصافير الحب قاعدين عم يتمرجحوا قدامنا. يلا خلودة شو رأيك نروح على البيت لأنه بلشت تمطر. بس أنا ما لعبت يا ماما، والله مو جعبالي أرجع على البيت. طيب شو رأيك نروح على سوفت بلاي، هيك بتكون مكان مسكر وبيكون فيه ألعاب كلها أنه بيلعبوا فيها الأولاد مو مؤذية. لك أكيد يس، إن شاء الله بتقبسيني يا أحلى ماما بالدنيا. شوفي هدول ماما عم يعملوا رقصة كتير حلوة. ماما أنا ليش هيك بضلني جوعان؟ بليز بدي تشيبس سكاتك. من عيوني في عندهم كتير تشيبسات، وخالد نقى نكهة التشيكن، حتى أنا كتير بحبها لهي النكهة. وأنا رح أشرب قهوة وخلودة لح يلعب لبين ما يخلص، بعد بستنى. هوري مامي تعيد زحلتي معي. مامي تعي شوفي بتفوتي الطابات بيقوموا بيطيروا، يعني هون ما في جاذبية يمكن، والله أعلم. يلا حاش خلودة هلأ وقت نروح على البيت لأنه عن جد تعبنا من الصبح عم نفتل، وخلاص حيسكروا أصلا، يعني حتصير الساعة 5. يلا نشوفكم بالبيت. ومثل العادة لسه ما منفوت على البيت، خلودة شو نحن شارين؟ بيحب يفتح قبل ما يغير تيابه قبل ما يعمل شيء. لك يا ماما كتير كيوت هالقلم، بس ليش ما جبتي لي لونه؟ ليش جايبتي بينك؟ أنا هاد القلم كتير لفت لي نظري، عليه ديسكاونت يعني سعره نص باوند، فطار عقلي فيه، وصراحة يعني صحيح مالي شغل فيه، بس كل هالشي حبيت اشتري وخبي، يعني حسيته كتير حلو، أو هيك لغرفة الأولاد بيطلع كتير حلو، وما بعرف بدي جيب لون زهر، يعني حسيت حالي شاريته لإلي. ماما الله يرضى عليك، المرة جاية اشتري لي، ما تشتري لي لون زهري بليز، جيبي لي لون اخضر.
أو أزرق. وهون كمان بس وصلت على البيت لقيت جاييني أنا موصي عليهم من إي باي، كتير بحب إي باي وصي منه، متعودة عليه، سريع وفورا يعني وأسعاره كتير حلوة. وصيت على هاي الوردة مشان شفتوني أنا وقت بصور كتير بحط وردات بالتصوير، بس حسيتها كتير فاقعة ما بعرف، فهلأ رح حط لكم إياها ونبق لكم إياها بالفيديو. وهلأ رح نعمل البوب كورن تشيكن بالبيت، وما بعرف هي أول مرة بجرب الوصفة، فيلا نشوف الطريقة. مثل ما شفتوا جبت دجاج وحطيت له بس ملح وفلفل، وحطيته بالمحضرة الطعام وطحنته كتير ناعم. بعدين بجيب مي وبعملهم على شكل كرات، والصراحة ما قدرت لحق أعملهم كلهم، دق لي زوجي وجاية بكير ولازم ضبضب الكركبة اللي عملتها. البهارات اللي كتبتها كتير ضرورية، بتعطي نكهة كتير طيبة لهاي البوب كورن تشيكن. مثل ما شفتوا هلا أنا بس حطيت واحدة. ماما بحياتك ما بتخلصي إذا بتحطي واحدة واحدة. والله معك حق، أنا بس أول واحدة ما بعرف شو خطر لي. ما فيكم تحطوهم واحدة واحدة، بتطولوا، فحطوه كذا واحدة، حطوا بالطحين ولكم بطحين. بعدين على البيض، البيض أنا حطيت فيه شوية حليب وبيض وملح وفلفل وشوية خل، وبعدين رجعنا على الطحين. وبدنا نقليهم بزيت يكون مو حامي حامي كتير، يعني حماوته أكتر من الوسط، ودغري بنقلوا معنا لأنه صغار، بياخدوا 10 دقايق تقريبا على الغاز. واو يا ماما عن جد كل شي بتعملي لي اياه بالبيت، والله ريحتهم بتشهي كتير طيبين كمان، حبيتهم وبعطيكي مليون مليون لايك. انا كمان كتير حبيت التتبيلة اللي شلون طلعت، ومثل العادة بكفي انه عاملينهم بالبيت. وبليز لا تنسوا تحطونا لايك وتشتركوا بالقناة اذا مو مشتركين، وان شاء الله تضلوا بمليون خير. باي.